زينب، رح نبدأ أولى فقراتنا، يعني مميزة هذه الفقرة دائما، من عالم الفلك، أخبار وحركة الفلك والكواكب وهالة شهر رمضان المبارك يلي هلأ نحن على أبواب استقبال الشهر الكريم. كل هالأمور والتفاصيل رح يعرفنا عليها الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير. صباح الورد ساري سيد. صباحك زينب. صباح الخير. صباح الأمطار الخير. صباح اليوم الربيعي الجميل بأمطاره. أكيد. يعني أكيد. دخلنا الربيع مطر بأمطار. بس ما في برد. لا يعني. ما في برد. شوف ربيعي. بداية كل عام وأنتم بخير وكل أم ببلدنا بألف خير. يمكن لاحظتوا ارتباط عيد الأم بالربيع. هو إجا عيد الأم من الانقلاب الربيعي. هلا نحن عفوا بالاعتدال الربيعي 21 آذار. فدائما نحتفل بعيد الام يوم الاحتفال الربيعي او يوم الاعتدال الربيعي، كانه الارض يعني الام الكبرى عم تتزين بالربيع. فكل عام وانتم بخير يا رب، يكون ربيع حلو علينا وعليكم وعلى البلد يا رب. ان شاء الله يا رب دائما بالانفراجات هيك لبلدنا والسلام للكل. خلينا نبدا بالانفراج والسلام، بما انه عم نحكي على هلا شهر رمضان، من ايام قليله بلشتوا ترصدوا هلا شهر رمضان، خبرنا عن التقنيات والقصص اللي صارت معكم برصد الهلال. تمام. بسبعة آذار المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف أصدر فتوى رقم 7. هاي الفتوى رقم 7 بتختص بموضوع رصد الأهلة وإثبات الأهلة ببلدنا والاعتماد الحسابات الفلكية، آلية اعتماد الحسابات الفلكية، يعني شو دور الفلكي بموضوع الأهلة. بصراحة هاي الفتوى أو هذا الشيء اللي صدر عن المجلس العلمي كتير كتير فادنا نحن كفلكيين، يعني هاي بالنسبة لنا هدية كتير كبيرة لاعتماد علينا، الثقة فينا كفلكيين كأجهزة فلكية. بالفتوى رقم 7 ذكرت صراحة أن الحسابات الفلكية يعتمد عليها، سواء قالت الحسابات الفلكية أن هناك لا يوجد هلال وبالتالي الحساب الفلكي يرد شهادة الشهود، يعني إذا أحد ترى الهلال وظن أنه شاف هلال وجا يشهد أنه شاف هلال والعلم قال ما في هلال ترد شهادة الشاهد. بالإضافة إلى ذلك إذا قال العلم في هلال ورؤية الهلال بأي وسيلة كانت بالتلسكوبات، وهون الإنجاز المهم، أو بأي تقنية تعتمد رؤية العلمية، هون انجاز كثير كبير. وخاصه نحن من كم يوم ب 20 اذار تحديدا افتتحنا ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي، المرصد الفلكي السوري، راى الحمد لله النور بتقنيات عاليه جدا. هي التقنيات رح تساعدنا بهلال شهر رمضان المبارك. هلال شهر رمضان المبارك اذا بدنا ناخذ الحسابات الفلكيه شو بتقلنا؟ بتقلنا الحسابات الفلكيه انه هلال شهر رمضان المبارك بيولد كهلال يوم 12 نيسان، يوم 12 نيسان بيكون يوم الاثنين الساعة 5:32 دقيقة فجرا. تمام. إذا يوم الاثنين 12 نيسان 5:32 فجرا. ننظر إلى يوم مساء يوم الاثنين، غروب شمس يوم الاثنين، ملاحظ أنه شمس يوم الاثنين تغرب الساعة 7:02، الهلال يغرب 7:24 دقيقة، أي أن الهلال يغرب بعد الشمس ب 22 دقيقة. هذا يعني أن هناك هلال في السماء، أي أنه إذا أتى شاهد وشهد برؤية الهلال نعم هناك شهادته صحيحة لأن هناك هلال في السماء. المعلومات العلمية شو بتقول؟ بتقول أن رؤية الهلال ببلدنا وبالمنطقة العربية غير ممكنة، لأنه 22 دقيقة غير كافية بسبب التلوث والاحتباس الحراري. بشمال أمريكا وجنوب شمال أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا الشمالية ممكن رؤيته بالعين المجردة، بالتلسكوبات ممكن رؤيته بإفريقيا. بسوريا إذا استخدمنا بقى التقنيات الحديثة، وهون بقى دور التلسكوب المرصد الفلكي السوري، إذا تم استخدامه وتم التقاط صورة للهلال سواء بسوريا أو بدول الجوار، وقت المجلس العلمي الفقهي يعتمد على هذه الرؤية ويأخذ قراره، وبالتالي ممكن نقول نحن أنه وفق المعطيات الفلكية فلكيا تشير الحسابات الفلكية أنه يوم الثلاثاء 14 نيسان هو أول أيام شهر رمضان. تمام. المبارك ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. 14/4 هو تمام. أول 14/4 صحيح يوم الثلاثاء، لكن يبقى القرار النهائي عند المجلس العلمي الفقهي بيوم الالتماس. يعني كمان احنا بجوز يكون في مثلا غمام على كل الدول العربية، يكون في حالة طقسية ما لا يرى الهلال بأي دولة عربية، وقتها منكمل شعبان. فإذا نحن في عنا جانبين شرعي وفلكي، الجانب الفلكي هو جانب مدروس لعشرات السنين، علمي جانب مدروس لعشرات السنين. نعم. يبقى الجانب الشرعي يلي يتخذ فيه القرار يوم جلسة الالتماس. تمام. مشان الناس يكون عندها فكرة واضحة عن الموازنة بين الفلك والشرع. نعم. سوريا من الدول القليلة بالعالم العربي والإسلامي يلي دمجت ما بين العلم والشرع، وهذا الدمج فعلا عم احكي بكل صراحة وأمانة شكل ميزة لسوريا، كيف سوريا تعتمد على العلم، على التقنيات العلمية، على التكنولوجيا العلمية. هذا الشيء نحن ما بنلمسه بكثير دول. صح. وحتى بعض الدول الجوار ما بنلمس هذا التشابك
ما بين العلم والشرع، وهذا بيعطينا قوة كفلكيين ومهمة كتير كبيرة، وخاصة خلال الفترة هي يوميا نحن بنصور الهلال وبنرصده وبنتابعه والشمس وإلى آخره. نعم، يعني دكتور محمد إن شاء الله هالشهر يكون خير وبركة عليكم وعلى جميع السوريين وعلى دائما وطننا الغالي، بدنا نقول دائما يكون هيك خير وسلام. خلينا اليوم هلأ ننتقل، كنا عم نحكي تحت الهواء إنه لازم نحن نروح نشوف المرصد ونزور المرصد. عندكم صار ثاني أكبر تلسكوب، يعني كان شوي كان في صعوبة ولكن نحن جبنا، خلينا نحكي عنه. والله بصراحة هذا إنجاز، يعني أنت حكيتي على روحنا، هي روحنا فعلا، روح وروحنا إلنا كمان. تمام، يعني بس تجي تزوروا المرصد فعلا الحمد لله رب العالمين، صار عندنا شيء بسوريا مميز جدا مميز جدا. أولا خلينا نتخيل التركيبة شلون صارت، مو بس مرصد، يعني الزائر للمرصد رح يشوف عدة ومضات علمية تكنولوجية بأيدي سورية، الهولوجرام تطبيق سوري، السينما ثلاثية الأبعاد تطبيق سوري، المرصد الفلكي فقط بس إذا طلعنا على المرصد هيك وقفنا وطلعنا بدون ما نستخدمه يعطي روحانية بشكل كتير فظيع، كمنظر كبير تلسكوب كبير ببلدنا وهالقبة الجميلة جدا. فشو بالكم أنه نستخدم هالتلسكوب ونرصد فيه؟ يعني فعلا لما قلكم أنه بتشوفوا تضاريس القمر كأنه عم تمشوا على سطح القمر، بتشوفوا القلنصوتين المتجمدتين على كوكب المريخ، بتشوفوا العاصفة على كوكب المشتري، بتميزوا تابع تيتان لكوكب زحل، بتشوفوا تفاصيل حلقات زحل، فعلا بياخذكم رحلة إلى عالم جميل جدا. هذا المرصد، المرصد متطور جدا الحمد لله، في تقنيات حلوة، مرصد فعلا بيخلينا نقول انه نحن دائما موجودين بعلوم الفضاء والفلك. في تنويعه، يعني مو بس حاولنا نكون في تلسكوب ومرصد، حاولنا يكون في تنويعه، يعني لما تيجي المدارس يكون في لهم نشاطات خاصه، لما يجوا الشباب يكون في لهم نشاطات خاصه، لما يجي العوائل يكون لهم نشاطات خاصه. وتعمدنا وتقصدنا ان يكون استخدام التلسكوب مجانا تماما، يعني رغم كل القصص هذا التلسكوب مجانا ممكن نستخدمه. نحن مرتبين الامور بحيث انه وخاصه بهالفتره، يعني كثير نحن حريصين انه ما يكون في ازدحام، يكون في حجز مسبق، دائما نحن عم نعتمد على الحجز المسبق بحيث نوصل لعدد محدد، هذا العدد المحدد نكتفي فيه، ناجل الباقي لثاني يوم او ثالث يوم، ايام مثل هيك جو نحن بنوقف، بيهمنا يكون السماء صافيه. ففي ترتيبه معينه، الحمد لله يعني فعلا انجاز كثير كبير. الاول كان رصد له كان للبقعه الشمسيه من كم يوم ب 20 اذار، من خلالها تنبأنا بحاله المناخ اليوم انه لقينا في بقعه شمسيه وما في بقعه شمسيه وانفجار على سطح الشمس، رصدنا حاله انفجار على سطح الشمس، شاركنا مع دول العالم بتوثيقه ومتابعته، يعني بلش يشتغل وعم يعطي انجازات كثير حلوه. ففعلا هي دعوه لزيارته لانه صرح علمي حديث ببلدنا، فعلا يدعو للفخر، يعني انه يكون هيك صرح علمي ببلدنا بهذا التطور بهي الجماليه بهالتكامليه هي، فعلا انا بقول لكم وباكد لكم وهي كلمه وعد مني انه لما تزوروه ما راح تنسوا طول حياتكم، حيضل ذكرى بقلبكم وبعقولكم، فعلا لانه في تكامليه رحله بعالم المجهول فعلا. فالحمد لله انه وصل بعد عذاب طويل، وخلينا نقول بلشت هي العذاب من 2009 2010، يعني مو هو وليد اليوم، صلنا حوالي 11 سنة ونحن عم نسعى قطعة قطعة لحتى كمل ب 20 آذار 2021، وكمان تعمدنا يكون بعيد الأم. حلو كثير، يعني كمان نحن فخورين بانه موجود عندكم اكبر تلسكوب مثل ما قلت، واكيد نحن لمزيد من التطور وهيك تحديث بهذا المجال، لانه هذا المجال صار متشابك مع كل يعني نواحي الحياه اللي عم نعيشها. صحيح، خلينا نحكي اكثر من نصف قرن على ارسال مسبار رينجر 9 لحوالي 6000 صورة لسطح القمر. اليوم بدنا نحكي عن دور الأقمار الصناعية كمان والمسابير بتطور رصد علم الفلك، يعني بما أنه كنا عم نحكي عن أكبر تلسكوب، شو الجديد بهذا المجال؟ طبعا مثل ما تفضلتي كنا عم نحكي انه استاذ رامي بوجه له كثير تحيه كبيره تحت الهواء على موضوع رينجر 9. هذا المشروع بعام 1965 هو قمر اتجه او تابع اتجه باتجاه القمر، هو واحد من 9 توابع امريكيه اتجهت باتجاه القمر، هي مسايره لتوابع لونا خود السوفيتيه، بدا الاتحاد السوفيتي باستكشاف القمر تبعها مباشره المشروع الامريكي. المشروع الروسي تميز بنجاح، السوفيتي بالاحرى تميز بنجاح كثير كبير. بالمقابل ريجر في قصه كثير طريفه عليه، ريجر 9 مثل ما تفضلتي، اذا في 9 منهم طلعوا على القمر، من هالتسعه 1 و2 و3 و4 و5 و6 فشلوا،
كلهم ولا واحد منهم نجح. 7 اصطدم بالقمر بعد ما بعت كم صورة. 8 كمان بعت كم صورة وفشل. وصلنا لرقم 9 كان هذا آخر مسبار للقمر، وكانت وقتها لسه ناسا ما تأسست، كان في حالة من الإحباط في الأوساط العلمية الأمريكية، لكن نجح هذا المسبار بإرسال 5800 صورة تقريبا أكثر بشوي، وكان نجاح كتير كبير. وتبعه مباشرة مشروع أورينت ثم مشروع أبولو يلي هبط فيه الإنسان على سطح القمر. اليوم أقمار الصناعية بتشكل عامل مهم جدا، يعني اليوم إحنا بسنا عن طريق الأقمار الصناعية، اليوم حوارنا عن طريق الأقمار الصناعية، اليوم كل واحد بجيبته في قمر صناعي صغير اللي هو الموبايل الخليوي، هذا قمر صناعي صغير. الميزة بينه وبين القمر الصناعي الكبير يلي فوق انه هذاك مزود بصحن لاقط اكبر، الموبايل مزود بشريحة لاقطة صغيرة، هذا الفرق. اما الاقمار الصناعية عم تدور اليوم وترسل لنا معلومات كثير مهمة، سواء عن المناخ، عن الطقس، صحيح، عن الاستشارة عن بعد الى اخره. وبنرجع للمرصد الفلكي السوري اللي هو نحن رسالتنا بالمرصد الفلكي السوري انه هو خطوة باتجاه تابع صنعي سوري، لانه نحن نطمح ان يكون هناك تابع صنعي سوري يرسل ترددات القنوات السوريه، يستكشف الفضاء السوري، يستكشف حاله المناخيه السوريه، هذا كان اتجاهنا. ولهذا نحن كثير بنتابع الاقمار الصناعيه، التوابع الصناعيه، بندرس حركتها فوق سمائنا، بنتابع ترددات اللي عم تشتغل عليها، بنحاول نتواصل مع الجهات العلميه الاخرى، بنحاول نلاقي طريقه مثلا انه ندرس كيف بينطلق القمر، الشباب نعلمهم، نحاول نبني شيء للمستقبل ليكون عندنا تابع صناعي سوري. قبل الختام اكيد بدنا نشكرك، ولكن بس سؤال صغير هلا كله عم يسال عنه مشان حاله الطقس، يعني وانتم دائما على تواصل واطلاع بحاله الطقس، هلا الطقس مثل ما ذكرت لنا من فتره معينه انه الشتاء كان قصير ولكن قاسي، عم نشوف اليوم امطار يعني مع تقلبات رهيبه بالطقس، يعني الصبح بيكون شوب، المساء احيانا برد، يوم شوب يوم برد، يعني 3 فصول بيوم واحد تماما. اول شيء بوجه تحيه للمديريه العامه للارصاد الجويه للتعاون الكبير معنا، فعلا نحن والارصاد الجوية اتفقنا بالبداية بدراسات مشتركة انه هذا العام الامطار فيه قليلة، وهذا ذكرناه سابقا وقلنا الشتاء قصير وامطاره قليله، وبالفعل لم نبلغ بعد معدلات، نامل انه نبلغ معدلات الامطار، لكن للاسف حتى الان لم نبلغ معدلات الامطار. هذا الطقس مستمر اليوم وبكره، بعدين رح يرجع ارتفاع حراره، يرجع في عندنا في منخفض ثاني، يعني قبل نيسان حيكون في منخفض ثاني، هالمنخفضين لكن امطارهم مو كثير غزيره، امطارهم مثل ما عم نلاحظ انه مثل ما قالت زينب تماما، امطار شوب امطار شوب، فالفصول الاربعه رجعت بسبب الاحتباس الحراري، نرجع ناكد انه هذا بسبب الاحتباس الحراري وما فعله الانسان بالمناخ وبطبقه الغلاف الجوي. يعني رسميا ما راح يصير برد؟ نفرح؟ لا برد كبير ما حيصير. خلاص اوكي. لا يعني هلا خلص بالعكس نحن ربيع ومقبلين على صيف مبكر. يعني حلو. الصيف حتلاحظوه انه يعني رمضان يعني صيف؟ متوقع صيف للاسف. يلا الحمد لله. نتمنى انه يكون في كم يوم. بنحب الصيف انا وسالي فلهيك مبسوطين. شكرا كثير دكتور محمد، يعني بنتمنى دائما النجاح لكم ودائما يكون في انجازات مهمه بعلم او عالم الفلك، لانه هذا الشيء صار عالميا نمبر 1 مثل ما بيقولوا، وعندنا بسوريا رغم كل الصعوبات عم نخطو خطوات كثير جيدة تجاه التحديث. شكرا لوجودك معنا زينب، يسعد صباحك، صباح الورد سالي، صباح الخير يا رب.